مرحبا يا أصدقاء، أنا البروفيسور الدكتور رضا دوندارش، أنا عضو في هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة بلجيكشي إديبالي في قسم الأنف والأذن والحنجرة. إن كلية الطب بجامعة بلجيكشي إديبالي هي كلية تأسست في 30 يونيو عام 2020 بموجب المرسوم الرئاسي، وهي كلية رفيعة المستوى مجهزة بدنيا وتقنيا. كلية الطب لدينا عملية تعليمية مدتها 6 سنوات، في السنوات الثلاث الأولى لكلية الطب يتم تقديم العلوم الطبية الأساسية، وفي السنتين الخامسة والسادسة يتم تدريس المزيد من العلوم السريرية. في كليتنا الطبية لدينا 8 مختبرات بمعدات تقنية عالية المستوى، ولدينا أيضا 4 مختبرات يستخدمها قسم التعليم الطبي والتي تؤكد على التعليم الفعالي الفردي. في بداية السنة الرابعة تعقد التدريبات التي نسميها أول تدريب رئيسي. في السنة الخامسة يتم إجراء التدريب الداخلي المتعلق بدورات العلوم السريرية، في الغالب تحت اسم التدريب الداخلي الثانوي. يستمر التدريب الذي نسميه التدريب في الصف السادس لمدة عام واحد. بعد انتهاء فترة التدريب تبدأ فترة التخرج. الطلاب الذين يتخرجون من كليتنا يتخرجون بلقب دكتور، صفتهم ممارسين عامين، يمكنهم العمل في جميع المستشفيات الحكومية في تركيا. تعتبر عملية التعليم والتدريس لمدة سنوات في كلية الطب لدينا عملية تعليمية صعبة للغاية. يتعين على طلابنا أن يدرسوا كثيرا أثناء خوضهم عملية التعليم والتعلم هذه، والوقت الذي يخصونه للدراسة أكثر. لهذا السبب أنشأنا مكتبة داخل أعضاء هيئة التدريس لدينا، حيث يمكن لطلابنا العمل بشكل مريح هنا. قمنا بوضع كتب نسميها الكتب المدرسية التي يمكن لطلابنا الاستفادة منها. هناك أيضا منشورات مثل المجلات والكتب التي يمكنهم الوصول إليها عبر الإنترنت. يجب على المرشحين الذين يفضلون كلية الطب لدينا معرفة ذلك، سيكونون قد حضروا إلى كلية الطب فوق المعايير جسديا وتقنيا. بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون من المفضل النظر في حالة العمل المكثف في كلية الطب، لأن كلية الطب هي كلية تتطلب دراسة مستمرة لمدة سنوات ويجب أن تدرس باستمرار. جامعتنا هي جامعة شابة تقع في مدينة بلجيكا، إنها جامعة سريعة التطور وتتخذ خطوات مهمة في هذا الصدد. طلابنا الذين يفضلون جامعة بلجيكا إديبالي يجب أن يعرفوا ذلك. بلجيكا في الطليعة لقربها من العديد من المدن الكبرى، يمكن الوصول إلى مدن مثل بورصة وإسكيشهير وإسطنبول وأنقرة في وقت قصير جدا، يتم ذلك في الغالب بواسطة قطار فائق السرعة. تتمتع بلجيكا بمثل هذه الميزة. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المجالات للأنشطة الرياضية والاجتماعية في جامعتنا. نتمنى النجاح لطلابنا الذين سيقدمون امتحان الجامعة. نرحب بطلابنا في كلية الطب بجامعة بلجيكا إديبالي.